او ماي جاد او ماي جاد، توقع ان النود ريدني. فويلكم يا شباب، حاليا توني كيف نايت في الصباح جاني شعار في الجوال قبل ساعه ان النود ريدني. هولي شيت مان. ما او كسر الباب الخشبي بس. اوه والله حسبت ريدني. اوكي يا نود، اوكي يا نود. يب انا حطيت باب الخشبي طبعا بيت، فواضح انه استخدم التوف زريد باب خشبي وذبحني. ليش ذبحني يا اخي؟ اوكي يا نود، وي ويل سي اباوت ذات. فزي ما تشوف يا شباب، ولكم في مقطع جديد. سوني يا شباب من اللايك، ان شاء الله وصل ل 1500 لايك في اول 24 ساعه من نزول المقطع. وبرضه سوني بالتعليقاتكم الحلوه، شكرا الحلوه، شكرا للمنتسبين في القناه، الله يعطيكم الف عافيه. حط صورتهم حاليا في القناه. واليوم عندي خطط كثير اسويها، اويل، اسلحه، كذا. وفي نهايه اليوم اقرر اريد نود او لا. زي ما تشوف بيتها مره صغير يعني، هناك مره ايزي ريد. السؤال الغريب هو ليش مسوي لي باك في داخل بيسه؟ مسوي لي باك برا بيسة، يعني مثل اللي كرمك الله، مثل الكلب برا. اعطيني باب مرة بيسة، والله بيسة ايزي ريت 2 سي 4 بس. اوكي اوكي، نود ذكي، غير الكود. اوكي نود ذكي. برا عندي جار جديد، مستحيل هذا المتابعين. انا حاليا في الوقت اللي العب فيه حاليا ما نزلت اول حلقة اصلا، راح انزلها بعد كم دقيقة اتوقع. يعني انا اسوي الحلقات مجدوله طبعا تنزل اوتوماتيكيا. بس هذا هذا خشبي ايزي ريد، راح اجيب مالتوف ايزي ريد والله. اوكي تي سي. اوه الافران، افران شغاله اونلاين. هذا الشخص اونلاين. اوكي جاري اونلاين. اوكي ريد اونلاين، ريد ما عندي متفجرات حاليا بس جاري اونلاين. هذا برضو قريب على بيس يا اخي، كم عندي جار في المنطقة هذه؟ اوه مت. اوه ماي جاد يا الخبي. متريت. اوه والله والله في لوت. اوه ماي جاد، باب مو مقفول. تير 3 سكريبتس. نود لو يدري بهذا الشيء اقول لي يا غشاش، هايديكس يا غشاش. هولي على اللوت، بيس حرفين والله. سيفر او ماي جاد، 1000 كلوث. او ماي جاد انا متحمس عشان التير 3 بث بث. او ماي جاد، بس اتوقع اني هل اقدر اشيل التيس. ايكي ايكي ايكي. او ماي جاد، افضل ريد شوف في حياتي، ريد بدون متفجرات. صرخت بيس بدون متفجرات. هولي اي كي سولفر طالب 3 كومب. وات والله ما لوكم لو تحسبونه تمثيل، بس والله مو تمثيل يا شباب. ورد ان الشخص غبي نسى يقفل الباب، ونسى برضه يطور الولف ريم. والله لوت ستوري، لوت مرة ستوري. اوكي حاليا نقدر نشيل التير 3 بس ما راح اسويها. ليش؟ لانها راح تتكسر زي ما تشوفوا، هيلثها مرة قليل. فلازم يجيب له شوية هايكور حتى اصلح الطاولة، وبرضو اسوي سوفت سايد الحائط حتى اقدر الوت التي سي. حاليا ما اقدر اشيلها، بس يبغى لي الوت مجرد التي سي بس، غرفة الوت التي سي اصلحها واسيل هذا البيس واخذ كل اللوت. فمرة نايس، مرة مرة نايس. اوكي لحظة الحقيقة. يب هذا هو الحائط. مرة مرة نايس. اوه لازم اكسر الصندوق يا اخي، بس انا خاف ان في شخص يطلع لي نود من تحت الارض ويذبحني. حتكون اكبر اهانة في التاريخ. اسف يا شباب صوتي مرة متغير.
اوكي وش توقعون بالكي سي؟ انا اتوقع 5000 سولفر. وش توقعون؟ اوكي وين الهامر يا اخي؟ يبغالي هامر. اوكي انا ما عندي لادر برا اصلا. ما اوه 250 هايك والله. اوه ماي جاد على الكرود برضو. هولي انا غبي اصلا جبت فرنس وما احتاج اسوي بوست. هذا كفايه صح؟ هذا كفايه. حلو ما تكسرت. اوكي والله حرفيا حاليا نقدر نريد نود ايزلي. مجرد فرم لي شويه سولفر بس ما راح اسويها. ما يصير اوف لاين ريد وكذا برضو يعني لساتها بكير يعني ما تصير. بيتها مره صغير فمره حلو. طاوله ليفل 3 اوريدي بيرفكت. ريد جي جارد خياس ده. او ساتشل. اوكي اوكي نوت خياس. مو خياس والله. اتوقع ان افضل بازل حق بطاقة حمراء هو الترينيارد. ترينيارد يعطيكم مرة اللوت كثير. بعدها الواتر وبعدها باور بلانت. باور بلانت اخيس بازل بس حلو. عندنا بطاقة حمراء بطاقة زرقاء نقدر نروح اويل ريج ونحصنها على اسلحة كثير. اوه شيت اونلاين. اوكي حسبت والله بيسبريني. اوكي الباين انه نوب. الباين انه مره نوب. راح اتمسخر معاه. ما يدري نقدر حرفيا نسوي فاونديشن وايب لبيسه. بيسه مره صغير. انتي شباب تبون فيني يا ايديكس ابيوتك مره صغير. شوفوا بيسه هذا. فتح الباب وسكر الباب. والله مسكين هذا البيس. تو كيف متريد او طايح ديك؟ يب متريد. او كيلد. ما ادري ليش الناس لما تحصل مثلا اي كي من كسره او تشيست بليد من كسره ما يهتموا بها. ترى مره ايزي تصليحها ومره قويه يعني. كيلد اوكي. هذا تو البيس كيف متريد بس في لود زباله. لكن مقوله احدهم اللي هي someone's trash is another one's treasure. يعني قمامة احدهم هي تكون كنز شخص ثاني. ترجمة زبالة لكن مش غالي. وات هذا يعطوك تيك تراش كثير حق وات على الهازمات. اوكي نوت باد نوت باد والله نوت فيري باد. يريدونه بالتقسيط. يب كيوتي يب هذا اتوقع اللي يريدون. اوه لو اقدر اشيل الافران احتاجها. بسوي افران بسوي افران كهربائيه. بس زي ما تشوفون اتوقع ان هذا هو الريد والشباب اللي قاعدين يريدون بساتشلات. المساكين قاعدين يريدون بالتقسيط يعني كل شويه يفجرون باب. واضح ان ريد انتقام مثل اغلب الريدات اللي اسويها. اوه شيت رجعوا رجعوا. يب يبيني اروح حتى يكمل ريده. هاك خد خد حبلك يا اخي. جاني نيكد عنده حبل بس. والله يبيني اروح حتى يفنش الريد بس وين او ماي جاد. غدر بي ومات والله. نو هذا هذا من نو. حسبت انه نود. بس والله الريد زباله. اروح لي اويل اروح لي اورويل احسن لي. ديد وان هيت شوت ديد. خوذتك خايسه. وش كاستم ديره مره زباله. بس والله نايس حصلت قاربي. بدايه اويل بدايه حلوه. بدايه بهيت شوت. اوكي اوه والله في لو جريد. وات 200 لو جريد؟ ار يو كريزي؟
وات في طيارة. وداد الهيفيز في شخص مات. يب في شخص مات. او ماي جاد نايس بس مو نايس نفس الوقت. يب مينيكوبتر اغرب اول مرة في حياتي تخيل اشوف مينيكوبتر في هذا المنطقة من اويل. ما فيها لوغريت. واضح انك تخيل في سكراب هيلي فوق. هذا السبب اللي خلاني رجعت البيس سويت ديبو للكاستم ورجعت لان حسبت في اشخاص. ما حصلت بديد. البوت كان تحت يعني هذا الشخص مات في الميناء اكيد. اول شخص اللي طلب الهيفيات ومات. الهيفيات كانت مأفكة يعني هذا الشخص مات. بس انا ما اشوف بديد احد. تشوفون انتو. اتوقع انها دسبنت. بما انا اصلا لي فترة طويلة حتى البوتات الزرقاء رسبنت مرة ثانية. هذا يعني انه وش اسمه ان اكيد بدي ترى دسبنت للاسف. بس عندي ميلي كوبتر. اي ويل تيك ميلي كوبتر فيري جود. شيء مرة حلو. وبرضو سكراب هيلي فوق. Which is هذا شيء مرة اسطوري. براه. ما قتل اي هيفيات هذا بوت. هذا نوب. اوريكم الجليتش كيف تقتل الهيفيات سو ايزي لي لحظة. مو جليتش هو. بس مجرد تسوي تبق وهتش. اووووت. افضل هيفي ساينتست في التاريخ هذا. هذا افضل هيفي ساينتست في التاريخ. ما راح اتكلم. ما راح اتكلم. AK بولتي L96 ما راح اتكلم. ما اعرف وش اقول. سيرفر والله اوفيشلي شباب ونكس مو مودد. شوف الكومبوننتس لازم ارجع اسوي ديبو مستحيل. لو جريد برضه L96 M39 ضروري. وين سلاحه لحظه. انا ما اشوف سلاحه الاساسي. برضه عنده بطاقات. نايس مره نايس. احتاج مساحه يا اخي. ف شو اسمه ارجع البيت اسوي ديبو وبعدها ارجع اخذ الهيلي اخذ اويلرج اخذه طبيعيه. بس يا اخي وين سلاحه؟ وش كان عندها اصلا؟ ايكي ثاني. اثنين ايكيات. والله اقدر اريد نوت حاليا اسوي له فاونديشن وايب. لا ما راح اسوي اديكس ما راح يسويها. هذاك طور بيسه. جاري طور بيسه. سوي ديبو على السريع. بس شوف كمية اللوت. هولي من الحلقة الثانية طاولة ليفل 3. ايه اثنين اي كي. انا ايديكس تغير والله. مو صار نوب مثل قبل. محظوظ مو نوب محظوظ. بيس ما مو مغفول وهذا ميت. يب. اعطيه هيد شوت بس بالناي. وات ذا هيل كيف اوكي خاف. لا تدبلني بس. بس المسكين ما عنده يب ما عنده اسلحة. عنده كروسبو. انا اوريدي مفلل لكن ليش لا احصل بلوت الكريت. يمكن احصل روكت او سي 4. ما عندي حرفيا مساحة الوت اي شيء. اوكي يلا. اوكي الصندوق راح يفتح. ايش توقعون؟ اي كي بولتي حرفين اليوم انا اكثر انسان محظوظ في التاريخ.
انا اخاف يجي شخص كورترني وانا ما سمعت لاني قتلت كل البوتات تحت. اخاف ان الشخص يجيني سباحه بدي بي واخسر كل شيء. صار عادي وش راح اخسر؟ ايك عندي 2 في البيس. الناين عندي 2 بولتي في البيس. هولي على اللوت. مجرد كومبوننتس اي دونت مايند. اوكي اتس تايم. اي كي سي 4 الناين. أو شيت هلي مستحيل. موف بشيك على الصندوق. زبالة. أو ماي جاد الحظ الخايس. ربع ساعة وأنا كنت في السطح. ربع ساعة كاونتر إلا لما كنت تحت. والله إيزي سبراي كانوا. ما أشوف أي شيء. صار عندي 20 فريم والله بسبة النار. والله حرام كنت في السطح ساعة وما اجو. تخيلوا الحظ. جيت والله غادر والله غادر. حرام حرام لو كنت في السطح بس حرام. جي جي اصلا لوت الكريت كان خايس. ف انا مو زعلان. لوت الصندوق كان مره زباله. جي جي والله 2-1 خسرت. قهر قهر. ايش رايك مريده؟ اتوقع ان نوب حرام. اتوقع ان حظ حرام مريده مسكين. اوه شيت اونلاين. والله نوب ما عنده أسلحة أصلا. أوه ما شاهد طالع لي بالسكين. أي أفتح الباب يقول لي لا. هتريز أونلاين ريد. اوكي في شباب مكمبرين لي بأسلحة. نايس. يب ضرب السطح. هذا راح تريد. يجيني كوابيس اونلاين الريد مع الروس. 7 اشخاص بعدين يكسرون في التويج. يعني مش تسوون. مرحبا شباب رجعت. جاري هذا طور بيسه المسكين. اروح اشيك على بيس نوت. الوضع انه شال الباك حقتي. امس رسبنت فيها. كانت برا البيت. اوكي نايس نايس برو. من هذا؟ لا تقول لي هذا نوت. يب. اوكي اطلع لك بسلحة. اطلع لي بسهم. اطلع لك بسلحة. يجي كمبرلي. حلو حلو يا نوت. حلو والله. حس هذا حتى انا بالفول هيفي. لحظه بس مسكين دوس راح ينوت راح ينتعس. يب دي بي يا نود. مكبر لي بدي بي. ديسريسبكت ديسريسبكت. اتوقع كمبر لي بدي بي يا نود. مشكلة كنت راح اريده اونلاين حاليا لكن بيسه مرة كبير. ما عندي كفاية اصلا متفجرات. مستحيل بيسه مرة ضخم. وانا تعرفوني بوت ما افرم. عندي بس 3000 سولفر. مو حتى كفاية حتى كسر جراج دور تخيل. فلازم لي افرم كذا ابني سيارة وبعدها راح اريده اونلاين حرفيا. مو اريده
أفجر له كم باب كذا عشان الأكشن وشوفه وش يسوي، هل يذبحني أو لا. فلازم أدور لي على سيارة، لازم أحصل لي قطع سيارة. أوكي هذه السيارة حلوة، فيها أربعة سلوتس، أربعة أماكن. أول مكان المحرك، ثاني قمرة القيادة، الثالث والرابع راح يكون حقت الكامبر فان، حقت اللي فيها السر وكذا. أروح الجنك يارد أعدل فيها. اوكي شباب، ويلكم، معكم ايديكس المومنتج. جاب لساتني مريض حاليا، فزي ما تشوفوا بكل بساطه اللي صارت احداث مره كثيره في اليوم هذا اللي حاليا العب فيه. بعد ما صارت السياره رحت ريد نود اونلاين، ريد كذا مو اونلاين ريد كامل، بس صارت فايتات كثير، جو شباب في وش اشخاص ريدوني اونلاين، تخيلوا ريدوني اونلاين، وعركات فايتات مع نود، فايتات مع جان، فصارت احداث مره كثير في اليوم الثالث. فراح ننزلها ان شاء الله بعد بكره اللقطات وكذا. فاسف ان المقطع قصير شوي، فالمونتاج مره صعب وكذا، تعرفون انا اسف يا شباب، بس المقطع مره قصير. فلو عجبكم المقطع هذا تسوني من لايك واشتراك، ومثل ما قلت لكم راح اكمل القصه، راح صارت قصه ولا قصه صارت مره حلوه، فراح اكملها لكم في مقطعنا اللي هو بعد بكره. تسوني من لايك واشتراك، كان معكم ايديكس، اشوفكم على خير، يلا باي باي. بس لحظة راح احط لكم تشويقية على المقطع القادم، ويلا باي باي. I lay down and I play dead and I stay dead. Maybe you'll get sick of being